فريق الرجاء ديال سير فرعان هذا الانجاز هذا التاريخي بالنسبه لي. واش كذا هو بعد هذا الربح النهائي سوش على النهايه كنتمنى الجميع على هذا كنتمنى شعبا على هذا الجهد الكبير اللي درتو في المباراه هذه كنتمنى هذا الفوز كان هدي دانا نزام الحارة عامة والرجاء تنفرها خاصة باسمي لما الرجاء باسمي باسمي وباسمي مسير الرجاء ديما معاكم باسمي اترشحني خونا تجمعنا لبعيد ان شاء الله هتسوي من البطولة جمعنا هذا الفوز يعني التدريب الدراري الخطة الأكسية ديناش الدراري 100% تشكلوا كنت 3-0 غني على التحريف يعني 3-0 المار بزيسيال نمط الرياضية يعني لعب بين الدراري لعب نسل مزيانة صدق كان مزيانة أنه وصل كلها الكرام روح رياضية عالية بين رجاء سيلبرا وتيكوتار بعد نهاية المقابلة هنا في غرفة الملابس يعني اللوت وروح رياضية تختار روح رياضية عالية تعبر عن أخلاق أبناء غير رياضية هذه رسالة لكل شباب المنطقة اخلاق عاليه صراحه نعم يعني باسم الفريق الرجاء تيمرا باسم الفريق الخصم يعني نريد ان نوجه التحيه لكل من نظم هذا الدوري وشعارنا دائما لابد في الرياضه لابد من الغني بدون منتصر شعارنا هو الروح الرياضيه فلتنتصر الاخلاق ان شاء الله شكرا داونا اللاعبين تيكوتار يوم بيسر بيس مدرتيز ممرين طبيب الفريق ياك رسمتيني روح رياضية إلى الفريقين لايك هارت ولا تيكوتار رسمتيني مسيرة موفقة إن شاء الله لايك هارت ولا تيكوتار إلى تستمر رمز عميز المستقبل كنا نتمنى الناس تزيد الدوري يمكن نغتيني شوية تعارف مدينوك الأهم ديال الرياضة وتعارف الأخلاق ونتمنى تزيد الدوري تزيد الدوري تزيد الزوايد ديال تزيد أدوار الحمد لله تركيز الدوري أزيد بصراحة نتمنى الاستمرارية لدوري أبويا بدات نهزم ياك وشتي المكان صافي سبقت ما كنت تدعم انت قلت لا انت قلت ليش الهزيمه الانتصار التعادل الروح الرياضيه انا اليوم نعم تبارك الله عليك تيكوتار ياك تيكوتار فيش توصل سيد هذيك وانا الهزيمه تكون ما وحن ميد ما تجران انت كتخلع الثقه بالنفس الشغور انا الانتصار ديال الهزام نتمنى التوفيق للفريق ولا تيكوتار ان شاء الله ايون جايز اللاعبين تحية قال لي شنو ولا خليت الماتش هذا بقاني زعما وين شي مشكل طريق مين احسن مسحه الاخير كلمه للاعبين كاملين سؤال ولا لو في قرباتي كانت تقول تسيب ضغط لو الدين ده حد سعيد حد سعيد تيكت يضني ان شاء الله قيسم سي محمد الشعب الطيب شرفين مربوح سي مصطفى يعني كيف مرت اجواء المقابله اليوم المقابله في المستوى
ما فيهاش بزاف ديال الكره، فيها بزاف ديال الخشونه. بالنسبه للتحكيم الجمهور غادي يحتاج، التحكيم كاين شي وحدين اللي كيحتجوا، شنو بالك ما تحتاج التحكيم، التحكيم نورمال لا بالنسبه للحكم الوسط ولا بالنسبه للحكم ديال الشرق. وبالنسبه لديك المباراه يعني اللي كانت بين تا وماس وتحيت، هناك شكايات بزاف رغم ذلك تحيت تقول لك عاود انت قمص، واني بالعكس انا خرجت على تقمص تحتهم كما تيقولوا بهذا النوع. السبب ما كانش عليا باش نحكم ديك المقابله، ولكن راح حكمتها وداز كيما كانت. سي فاسي استاذ، سي فاسي اش كتقول بالنسبه للتحكيم؟ واش لقيتوا شي صعوبات شي؟ لا يعني الامور ميسره من طرف اللجنه، الامور ما فيهش امور مزيانه هانيه. شي كلمه اللي غتقولها في هذه المباريات، شنو خاص شي ثغرات اللي ممكن تجاوزوها؟ دوره التكوينيه، تكتيف من دورة التكوينية اللي بديت الحكام كامل. أيه. أنا أستاذ. نعم. بارك الله عليك. نفس الإطار. صراحة مباريات يعني في المستوى، واش غنقول لك بالنسبة للمباراة ديال الصباح، حيت أنا حكمت المباراة ديال الصباح، يعني مباراة جد يعني ما كاينش احتجاجات، ما كاينش. كاين الاحتجاجات، هذا الشيء اللي علاش اللي غادي نهضر عليه هو أنه الدراري شي شوية سي بيان دوماج، كنهضر على العقلية ديال سينغير أون جينيرال، شوية في الكرة مازال ناقصة شوية، بالنسبة لأنه كيحتجوا في يعني في شي مواقف اللي لا علاقة بهذا يعني بهذا الأسلوب هذا، ما يعني أنه نقدر نقول لك أنه مازال ما فهموش يعني واش هو النقص في المعلومات حول هذا الأمر هذا، ولا في الدورة التكوينية، ولا شنو هو النقص يعني عندهم نقص، ولا أنهم فهموا يعني شي أسميتو فهم خاطئ ديال الأطر ديال الأفراقي، ما تيعطيوش ما تيجلسوش مع الدراري مع اللعابه ديالهم، يفهموهم قانون اللعبه ويفهموهم كيفاش يتعاملوا مع المباريات. صافي تيمشيو ترينيو الجبال، يرجع من الجبال الماتش، ما كاينش ديك التواصل، ما كاينش يعني انعدام التواصل بين المدربين والاطر ديال الفرقي واللعابه ديال الفرقي. هذو من بين الامور اللي كتعني رساله للجميع، كنتمناو للجميع رؤساء الفرق ولا اللي كان عنده سميتو جراه باش يكون مدرب ديال الفرقه، انه الا فهم هو يعني يكون واحد التواصل ما بينه وبين لي جوار ديالو، باش انه يفهم ليه شي نقاط الا كان هو فاهمهم، حيت باش انك تكون مدرب يعني انك راه فاهم شي حوايج باش انك توقف في واحد فهمتيني باش تسير الفرقه. اذا كنتمنى من جميع المدربين يعني يكون واحد التواصل مع لي جوار ديالهم، يفهمهم شي نقاط يعني على اللاعبين على سميتو على التحكيم، انهم يعني فوقاش عنده الحق يحتج على التحكيم ولا يهضر مع الحكم ولا طريقته باش يهضر مع الحكم. وللاسف هذا الشيء اللي باقي ناقص شويه. واش بغيتي غير بالضبط ولا حتى المناطق كلها، ولا شنو المشكل بالضبط؟ جينا نهضروا يعني حنايا هنا في تينغير يعني اون جينيرال كنهضر في تينغير، ولكن اقليم تينغير كلها، اقليم تينغير كله كاين بعض الفرق باستثناء زعما بعض الفرق ما غاديش نقول سميتهم، يعني غاديين الحمد لله كيفهموا، غاديين يعني في واحد المستوى والحمد لله. الا كان يعني هاد سميتو بحال هاد الفرق راه غادي نمشيو بعين ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم، تحية لكم. مع ايقاعات تشجيعات فريق رجاء سين براق بعد فوز فريقه في مقابلات ضد تيفوتار، ما ترى ما تيني بكيد على النصر نون دي الفوز من اخوانا تيتي سارتا جوز كرشا عملية نايد دمنا يطمئن ورد شكرا لك نجمهور